نشأة الإمبراطورية المغولية. أولا جنكيز خان وتوحيد القبائل. ولد جنكيز خان في سنة 549 هجرية بإحدى المناطق المغولية، وكان أبوه ياسوكاي بهادر رئيسا لقبيلة قيات المغولية، وكان يحارب أحيانا القبائل المجاورة له، كما كان يصطدم ببعض قبائل التتار. وقد خرج مرة لمحاربة رئيس إحدى القبائل التتارية وانتصر عليه وتمكن من أسره وقتله. فلما عاد إلى موطنه وجد امرأته قد ولدت مولودا، فأسماه تاموجين بنفس اسم رئيس قبيلة التتار الذي تمكن من أسره وقتله تيمنا بانتصاره عليه. عاش تيموجين حياة عز ودلال في مطلع حياته، لأنه لم ينعم بها طويلة، حيث مات أبوه وهو في 13 من عمره. فتغير الحال وانفض عنه أكثر الناس، واضطر إلى الاعتماد على نفسه في رعاية أسرته. فكونت هذه الفترة شخصيته وطبعته بطابع الجد والصرامة، لدرجة أنه كان يستطيع أن يبقى 3 أيام دون طعام أو شراب. فلما بلغ 17 من عمره التف حوله جماعة من الناس، وتمكن من خلالهم أن يكون قوة يخشى بأسها في المنطقة. فبدأ بفرض نفوذه على القبائل المجاورة واحدة تلو الأخرى. كانت شخصية تموجين القوية من بين الأسباب التي دفعت الناس إلى الالتفاف حوله، فبدأ بفرض نفوذه ثم سيطرت على القبائل الكبيرة، وتمكن في سنة 599 هجرية من إحراز نصر كبير على قبيلة كرايت، وأسرعت القبائل الأخرى إلى الدخول في طاعته، وقضى على ملك النايمان، ودخلت قبائله تحت إمرته في سنة 600 هجرية التي اجتمعت فيها القبائل وأجمعت على اختيار تموجين إمبراطورا لها تحت اسم جنكيز خان. وتعد هذه السنة بداية للدولة المغولية التي وضع لها جنكيز خان مجموعة من القوانين الصارمة عرفت باسم دستور الياسا في عام 603، وكان على كل من يخضع لهذه القوانين أن يدين لها بالولاء، أما من يخرج عليها فليس له من جزاء إلا القتل فورا. وهكذا استطاع جنكيز خان أن يوحد شتات هذه القبائل في دولة واحدة تخضع لدستور واحد، واستغل قوة هذه الأقوام والقبائل في تكوين جيش قوي استطاع به بعد ذلك أن يطيح بالدول المجاورة له الواحدة تلو الأخرى. ثانيا سيطرة جنكيز خان على الدول المجاورة. الدولة الأويغورية وانضمامها إلى إمبراطورية جنكيز خان. دخل الأويغور في طاعة ملك الخطأ الذي أرسل إليهم قوات من عنده، لكنها أساءت معاملة الأهالي الأويغوريين فهاجمتها الأهالي وقضت عليها. فأرسل إليهم ملك الخطأ قوة كبيرة تمكنت من إخضاع الأويغور لسطوتها ونكلت بهم أشد أنواع التنكيل. فبعث الأويغور إلى جنكيز خان يطلبون منه المساعدة في الوقت الذي تاروا فيه على جنود الخطأ، وتمكنوا منهم وقتلوا رئيسهم. ثم دخلوا بعد ذلك تحت حماية جنكيز خان في سنة 606 هجرية، ونتيجة لذلك فقد شاع الخط الأويغوري بين أتباع جنكيز خان، وأصبحوا يدونون به سجلاتهم وكتاباتهم. سيطر جنكيز على أقاليم الصين الشمالية. لاحظ جنكيز خان أن ملوك الصين الشمالية يحاولون الوقيعة بين القبائل المغولية الخاضعة لسيطرته، ويعملون على تأليب أفراد هذه القبائل عليه وعلى قبيلته. فخرج إليهم على رأس جيش كبير، وأخذ معه كل أبنائه في قيادة هذا الجيش، ودخل في حروب متواصلة بدأت في عام 608 هجرية وانتهت في عام 612 هجرية، حين سيطر جنكيز على العاصمة بكين واستولى على كنوز الصين ونفائسها. فارتقت حياة المغول وصاروا يصنعون خيامهم من الحرير ويرصعون سيوفهم بالجواهر.
وقد انتفع المغول من خبرات الصين العسكرية. إذ تمكن الصينيون من اختراع البارود وتطوير آلات الحرب القديمة وعدتها مثل المزانيق والعراوات وغيرها، مما مكنهم من فتح أحصن القلاع وأمنعها وأصعب المناطق العسكرية. كما استفادوا من استيلائهم على بكين الأثر النفسي الذي تكون لدى الناس من المفاجأة التي سيطرت عليهم حين سمعوا بأن مجموعة من القبائل البربرية الهمجية قد أطاحت بدولة كبرى مثل الصين الشمالية. ولم يستطع بعض الملوك تصديق هذا الحدث، مثل ما فعل محمد خوارزمشاه الذي لم يصدق هذا الحدث حتى سنة 615 هجرية، وبعث ببعض خاصته تحت رئاسة أحد العلماء في بعثة استكشافية للتحقق من صحة هذا الخبر. فلما تيقن من ذلك أبدى دهشته، ووقر في نفسه أن هذه القوى الوليدة لابد أنها تمتلك قوة خارقة وعليه أن يحتاط لذلك. وسيطر عليه هاجس إمبراطورية المغولية الوليدة، وهكذا نصر المغول بالرعب، وخافهم الملوك ورؤساء الدول المحيطة بهم. ثم عاد جنكيز خان من الصين إلى بلاده في سنة 618 هجرية لكي يطارد رؤساء القبائل الفارين منه، والذين تسببوا في إحداث بعض الاضطرابات والمشاكل في بلاده. قضاء جنكيز خان على الدولة القراخطائية. فر عدد من رؤساء القبائل وأبنائهم من وجه جنكيز خان إبان المذابح التي قام بها أثناء محاولته توحيد شتات القبائل التركية المغولية، وكان من بينهم كوزلك خان ابن ملك قبائل النايمان، الذي هام على وجهه متوجها نحو الغرب وبصحبته مجموعة من جنوده حتى عبر حدود الدولة القراخطائية. فتم القبض عليه وعلى من معه، وأمر كورخان ملك هذه الدولة بإيداعهم السجن. وأثناء ذلك نشب نزاع بين القراخطائيين والخوارزميين، حيث امتنع السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه عن دفع الجزية السنوية التي كانت تدفع للدولة القراخطائية، وكان مقدارها 30,000 دينار. وكان السلاطين الخوارزميون يوصون أبنائهم بدفع هذه الجزية لهم، لأنهم يمثلون السد الذي يمنع عن بلادهم غارات القبائل الهمجية من جهة الشرق. فلما امتنع محمد خوارزمشاه عن دفع هذه الجزية، كان لابد من قيام الحرب بين الطرفين. استطاع كوزلك خان من سجنه أن يخدع كورخان ملك الخطة ويقنعه بأنه خير معين له في حربه ضد خوارزمشاه، وأنه يستطيع بسهولة أن يجمع جيشا كبيرا من الجنود الذين فروا أمام جنكيز خان، وأن بوسعه أن يلحق الهزيمة بخوارزمشاه. وكان كورخان في حاجة إلى من يساعده، فوافق على عرض كوزلك وأطلق سراحه وأمنه وسمح له بالخروج لجمع الجنود وتكوين الجيش. فما كان من كوزلك إلا أن اتصل بمحمد خوارزمشاه واتفق معه على أن يجمع جيوشه ويهاجم القراخطائيين جهة الشرق، في الوقت الذي يهاجمهم فيه الخوارزميون من الجهة الغربية مقابل اقتسامها. فوافق محمد وتم تنفيذ هذا المخطط، وتمكن كوزلك من قتل كورخان، ثم تزوج ابنته بعد أن ارتد عن دينه إلى البوذية من أجل هذا الزواج. اضطهد كوزلك المسلمين في المناطق التي سيطر عليها، وأخذ يضيق عليهم ويستولي على أرزاقهم ويمنعهم من أداء شعائرهم ويهدم مساجدهم ويمنعهم من رفع الآذان، ويحاول إرغامهم على ترك الدين الإسلامي واعتناق البوذية. فضج المسلمون من ذلك وطلبوا العون من جنكيز خان، فأرسل إليهم جيشا بقيادة أحد قادته الكبار للتخلص من كوزلك. وتمكن هذا الجيش ببراعة عسكرية فائقة من القضاء على جيش كوزلك في وقت قصير جدا، وفر كوزلك من أمام القائد المغولي. ولكن المغول تتبعوا خطواته حتى أدركوه وقضوا عليه في سنة 615 هجرية.
دهش محمد خوارزمشاه من الطريقة التي تمكن بها القائد المغولي من السيطرة على الدولة القراخطائية، في حين أنه كان يخشى بأس كوجلك ويهابه، لدرجة أنه أمر سكان القرى الحدودية بينه وبين دولة كوجلك بهجرها حين دب خلاف بينهما، خشية أن يهاجمه كوجلك، فشعر بالقلق وسيطر عليه الخوف، خاصة أن بلاده أصبحت مجاورة لأملاك جنكيز خان بعد أن ساعد هو نفسه في زوال الدولة القراخطائية التي كانت بمثابة حائط الصد المنيع لبلاده ضد غارات المغول البربر.